عايزة أعرف هل بجد الطلاق بينور أو بيغير الست؟ ده حقيقي ولا إيه؟ أنا بشوف لأ طبعاً. اتفضل. شوف، مفيش حاجة اسمها كده، يعني مفيش حاجة اسمها إن الطلاق بيحلي الست. يعني هي حلوة حلوة لنفسها وهي متجوزة وهي متطلقة، فأي لازم هي تفضل مهتمة بنفسها وحاطة herself إن في أحسن صورة ليها. انما فكره ان الست بتتطلق اما بتتطلق بتحلو، ما هي احلوت يعني ان هي تبتدي تهتم بروحها بعد ما اتطلقت. طب كنت تهتمي بنفسك عايزه وانت متجوزه، يعني ليه مستنيه لما تتطلقي فتهتمي بنفسك فتحلوي او تبتدي تشتغلي على نفسك وتلعبي رياضه وتهتمي بشكلك؟ ما من الاحسن ان انت تعملي كده من وانت متجوزه. وعلى فكره الرجاله والستات برضو، ما الرجاله برضو بيبتدوا يهتموا بنفسهم بعد ما يتطلقوا. ليه؟ عشان خاطر بقى يعني يعجب حد جديد، ينغيز يعني القديم. طب ما واحنا في الريليشن شيب نفسها او في الجوازه نفسها نبقى بنهتم بنفسنا، لينا لنفسي، ان انا دايما يبقى شكلي حلو، دايما ابقى ذا بيست فيرجن، احسن صوره لنفسي. يعني طب امال ليه بيحصل الرابط ده؟ في ناس بقى بتبقى في علاقات مثلا وحشه قوي او ابيوزف قوي، دولت ممكن تقولي ان هي ما كانش عندها وقت انها تهتم بنفسها وهي متجوزه فبقت بتهتم بنفسها بعد كده. او في ناس بتبقى مهمله بقى في نفسها، يعني انا متجوزه فانا واخده جوزي ده فور جرانتد، فانا بهمل في نفسي وبريح وبركز في العيال وبنسى ان انا زوجه مش بس ام، فبلتت جو كده بقى وبرحرح، فببتدي بقى اهتم عشان خاطر يا يعني اما قلنا نغيز حد، نغيز القديم او نلاقي حد جديد. دي حاجة. إنما إن إحنا نعمم قاعدة عامة إن الست بتحلو بعد الطلاق، لا مش صح، مش المفروض إن هي تحلو بعد الطلاق. طب نسمة إيه رأيك في الموضوع ده؟ أنا بشوف إن الست بتحلو بعد الطلاق وبنسبة كبيرة، يعني مش طبعا مفيش حاجة اسمها إن أنا نعمم كل حاجة، نسب بس في نسبة كبيرة بيحصل كده. سبب. لأن هقول لك ليه، لأن في علاقات، خليها بطريقة بسيطة بلاش أبيوسف وكده، بس في علاقات بتسد النفس، بتبقى الراجل لا ده حقيقي، في علاقات بتسد النفس جدا، بيبقى الراجل مسيطر عليكي في كل حاجه، خصوصا الراجل الشرقي بصراحه بيبقى داخل كده في حياتك في كل حاجه وبيأذيكي ساعات كتير بحاجات ممكن تكوني انت مش حاسه ان هي مؤذيه، بس جواكي في حاجات بتتكسر واحده واحده لغايه لما بتبقى في الاخر كده مش عايزه تعملي حاجه، خلاص مش قادره تعملي حاجه، كل انت عايزاه انك ترضيه وخلاص. بيبقى شكلك حلو في البيت وكل حاجه، بس من جواكي روحك وكده ونفسيتك مش كويسين، مكسوره. وانس خلصتي منه وقدرتي تحسي ان انت خلاص يعني يو سرفايف، خلصتي منه هرجع اعيش بقى، هرجع يو سرفايف فعلا اللي انت كنتي فيها، تقدري بقى ترجعي تفوقي تاني وترجعي تبصي لنفسك تاني وتعرفي انت مين، الايدنتيتي بتاعتك ايه، وتحبي نفسك تاني. طب نسمع، انا في حاجه لفتت نظري عندك في الانستجرام، طبعا عايزه اقول للناس انه نسمع اصلا المحتوى بتاعها دايما بتتكلم عن ازاي الحياه بعد الطلاق، دايما بتوعي الستات وبتوجه كلامها كله للستات اللي عدت في مرحله الطلاق دي. لفت نظري عند نسمه ان هي في الكابشن بتاع الانستغرام هي كاتبه ان هي مطلقه، كاتبه ديفورس، كاتبه ديفورس كوتش كمان. ايوه ده اللي انا عايزه اعرفه، انت اصلا الكلمة دي انت مش خايفة منها؟ ازاي قدرتي تقتنعي ان الكلمة دي لا صح وانا خدت القرار الصح؟ وازاي واجهتي الموضوع ده؟ بصي، المشكلة في المجتمع بتاعنا وهتكلم عنه كتير للأسف، لأن فكرة الطلاق هنا ما كانتش مستساغة قوي أصلا الفترة اللي فاتت. وعايزة أعرف بس أنت حسيتي إيه؟ حسيتي إن الكلمة دي هل هي بجد هي بداية لحياة جديدة؟ كلمينا عن الكلمة دي، إزاي ليه هي مؤثرة جدا، أنت حطاها وأنت سو براود؟ لا هو أنا مش حاطة إني ديفورست، أنا حاطة إن أنا ديفورس كوتش، أنا درست لغاية لما بقيت ديفورس كوتش عشان اكتشفت إن الطلاق ده هو قبله خسائر وبعده خسائر. يعني الطلاق زي ما انت بتطلقي بتبقي مطلقه عشان تخلصي من مشكله كبيره انت فيها، بس ستيل بعده خسائر كتير قوي. هقول لك، يعني ممكن يبقى خساره للاستقلال، الاستقرار المادي اللي انت فيه، خساره لشريك حياتك، خساره لابو ولادك، خساره ان ولادك نفسهم عايشين في استقرار والاحلامك معاه، ده واحد انت عايشه معاه، عندكم احلام مع بعض، السكشوال بارتنر بتاعك، كل حاجه دي خسارات، كل خساره من دول ليها قصه عشان تعرفي تتعافي منها. فلو انت طالعه من الطلاق دايخه كده ومتلخبطه زي ما انتوا عارفين وتايهه، محتاجه حد ياخد بايدك، ده الكوتش، ده الديفورس كوتش، انا شايفه ان احنا محتاجينه جدا دلوقتي. سبيشالي ان انا من قبل ما ادرس كمان كنت مهتمه قوي بحته بعد الطلاق دي، لان الستات بتبقى في المجتمع بتاعنا زي ما قلت لك بتبقى عندها مشكله كبيره قوي ان انت اي حاجه يروح يقول لك ايه، ما انت كنت عايزه تطلقي،
خلاص اتطلقتي متضايقه ليه؟ صح. طب هو مبهدلك انت دلوقتي اتطلقتي متضايقه ليه؟ مفيش حاجه اسمها كده. الفكره ان كده كده هتتضايق يعني هي اللي خلصت. عايزه تتطلق او مش عايزه تتطلق هي اللي هتتضايق. حتى لو الديسيجن بتاعها هو الطلاق هدم بيت والاسره على فكره الاثنين الاثنين الراجل أيوة والست لان هما الاثنين بيخسروا زي بعض وخسارات كبيره. بس عندنا زي ما قلت لك في مصر سبيشالي الخساره على الست كتيره لان انتقاد المجتمع بيبقى كبير قوي على كلمه مطلقه زي ما انت قلتي مش حاجه سهله ولا حاجه هينه. فهي محتاجه سبورت غير طبيعي. لو ده مش هيجي من الاهل ومن العيله ومن المجتمع لازم يجي من كوتش بقى من بره ويكون حاسس بالفكره دي ويكون دارس ويقف جنبها في الحته دي عشان تقف عشان اولادها. دايما بنسمع عن لايف كوتش يعني ده المتعارف عليه دايما بس دي حاجه جديده ان احنا يعني في حاجه مخصوصه للستات اللي هي عايزه ان هي تنفصل او تتطلق او ازاي هنساعدها على الحياه بعد الطلاق. دلوقتي عايزه اعرف من نهله انت دلوقتي ست متجوزه ايوه عايزه اعرف ازاي قدرتي طبعا كان في ليكي تجربه كنت متجوزه ياس بيفور وانفصلت بعد 8 سنين وبعدين متجوزه دلوقتي تاني بقالي سنتين. طب ازاي قدرتي ان انت تتخطي المرحله القديمه؟ هل حصل معاكي الكلام اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي؟ هل انت واجهتي المجتمع ده؟ هل حد ضايقك؟ يعني ازاي قدرتي تتخطي ده وخدتي قرار ان انا لا انا هفتح صفحه جديده وهتجوز تاني؟ بصي تمام الاول اصلا قبل يعني ما اي حد بياخد قرار الطلاق انا شايفه انه الاول لازم يبقى اشتغل كتير انه يحاول ينجح الجوازه اللي هو فيها لان يعني هدم البيت مش حاجه سهله. صح. والناس بيتهيألي اكتر حاجه بيبقوا خايفين منها ان هم يندموا انا يعني اخد القرار واندم بعد كده. صح. فعشان خاطر انت ما تبقيش ندمانه بعد كده لازم تبقي انت عملتي كل حاجه انت متخيله انك تقدري تعمليها في العلاقه عشان لما تخلص ما تقوليش انا لو كنت عملت. يعني مش غلط ان احنا نقدم حتى لو كنا عارفين ان احنا مش متقدرين. يعني انت بتدي فرص كتير قوي ده مش غلط ان احنا ندي فرص. ما هو انت الريليشن شيب عشان تبوظ انتوا الاثنين مش ماشيين مع بعض. انت فيكي حاجات بتضايقه وهو فيكي حاجات وهكذا. فانت اشتغلي على الحاجات اللي هو مثلا بيشتكي عليها اشتغلي على العلاقه سبيشلي لو في اولاد لان انت كده هتهدي لهم البيت بتاعهم. فلازم ان انت تبقي عملتي كل حاجه عشان ما تقوليش بقى انا لو كنت عملت كان زماننا مكملين. انا لو كنت عملت كان يمكن هو اتصلح كان يمكن هو تعب. بس خليني اقول لك حاجه هنا معلش كده كده بتعملي كده يعني حتى لو انت عامله كل اللي عليكي في مرحله في مراحل ايوه لا انا اجري صح لا في مرحله كده كده انت يعني بعد ما هتطلقي كده كده حتى لو انت اللي عايزه بتبقي بعديها كده كده هتمري بان انت هتبقي متضايقه وان انت هتقعدي برده تقولي ما خساره لو كنت عملت. بس اقصد لو انت اخذتي وقت كبير في القرار وقعدتي حاولتي كل الاوبشنز عشان بعد كده مده في مش هتندمي هتقولي هتندمي حتى ممكن تفكري بس هتبقي عندك الانسرز ان انا لا انا عملت انا حاولت كل المحاولات أنا عايزة أقول وخلاص ما كانش ينفع.